جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. ايضا لمناسقة تنسيقية مانيش مسامح تجي بحدنا من سوسة لهنا، معناتها أمنة مرنيقي، أهلا وسهلا مرحبا بيك. باج كاملة موجودة للتنسيقية على الفيسبوك للناس اللي تحب تدخل وتاخذ التفاصيل. ساعة نفهموا التنسيقية هذه إيش معناها، معناتها ناس محاسبين، ناس معينين، كيفاش تلميتوا، تعملت الفكرة منين، باش نفهم. حملة مانيش مسامح باش نحطه في الكادر الكرونولوجيك، هي حملة قامت عفوية ضد مشروع قانون المصالحة في 2015 ملي تطرح من الأول على البرلمان. فالحملة كانت عفوية كسوا في تونس وإلا في الجهات. من وقتها توازيا مع تحركات في تونس اللي هي جات، هي جات حملة فيسبوكية الحقيقة من الأول، معناتها كل بدات التصويرة كيما اللي لبستها في مريولة التوا داير، الناس يدخلوا على الويب كام ينجموا يشوفوا مانيش مسامح، كل واحد يحط تصوير فوتو بروفيل، ومن بعد خلقتوا الباج هذه يظهر لي والتنسيقية. بديت التصويرة اسماح في المحكمة باش نقولوا راهو المصالحة يلزمها تمر محاسبة قبل. بعد ذلك جوستومون تلامينا يا يو دي ديسكسيون تقريب وجهات النظر، وقلنا نسورغانيز في حملة مواطنية واخترنا شعار بعيدة عن الأحزاب، معناتها الامور حزبيه ولا غير حزبيه، خليني حملة مانيش مسامح هي حمله مواطنيه تدافع على استقلاليتها. الشباب والاقل شباب اللي ينشطوا فيها هما مستقلين في نشاطهم داخل الحمله. من نعم معناتها علاقتهم الحزبيه ما يدخلوهاش في هذايا الشرط، معناتها ما تدخلش في وسط الحمله. نعم توا عندنا عاملين خدمه ميدانيه وناس الكل رأي العام الكل يعرف اللي فما متحزبين في حملة مانيش مسامح، لكن في داخل الحمل في داخل معناها في الخدمة التنسيقية في إطار العمل ضد القانون هذايا تخليوا حزبكم البر كسوا، معناتها جبهة كسوا جمهوري كسوا كذا راهو ديمقراطي. باهي نرجع لك للسوسة. فوقتها جوستومون اون باراليل مع التحركات في تونس قامت تحركات احتجاجية بنفس العفوية في الجهات الكيف برينسيبالمون قفصة وسوسة. فنفس الشباب اللي هو ضد مشروع قانون المصالحة واللي حكى مع بعضه يا يو دي ليني دو كورديناسيون بيناتهم، قالوا نعملوا نفس طريقة التحرك نفس الشعار ناخذوه ونتحركوا به ونتحركوا به في سوسة. فجوستومون كانت نحن حررنا الشعار من وقتها، معناها من 2015 اي مواطن تونسي متحزب ماهوش متحزب ضد مشروع قانون المصالحه عنده الحق يرفع شعار مانيش مسامح ويتنظم داخل تنسيقيه يسمي روحه باسم مانيش مسامح ويتحرك ضد مشروع القانون. هذا مهم، ما يهمني امنه مرنيقي اسكو معناتها تطلعوا الراي العام وخاصه الناس اللي تجيكم على مشروع قانون المصالحه. تو هو المشروع تقريبا تم التعتيم عليه ولكن تم تسريبه ايضا لمنظمات من المجتمع المدني من طرف مجموعه من النواب المعارضينه واللي تحصلوا على نسخه منه، معناتها تقولوا له مش فيه بالضبط شنو قانون المصالحه، لانه زاد الاحزاب الداعمه لهذا القانون تقول لك لا فيه محاسبه ومش كما تروجوا له ومش باش نسامحوا بوسخوك وروح، لا فما محاسبه وفما ناس خذت فلوس يلزمها ترجعها وفما ناس يلزمها تعتذر الى اخره من التفاصيل هذه الكل في القانون هو بيده. باش نعاود نرجع لك جوستومون لوغدو كرونولوجيك، كي تشرح مشروع كي تطرح مشروع قانون المصالحه في صيف 2015 تلامينا جوستومون ضد مشروع قانون المصالحه. علاش؟ فاون مونتي اون غري دارغيومونتير، معناها الحجج نجاوبوا على الحجج الاقتصاديه اللي طرحتها الجهه المبادره بالقانون، نجاوبوا على الحجج اللي القانونيه اللي بالجهه اللي اقترحت القانون، وزاد ثم حجج سياسيه ما يلزمناش ننساو اللي نحن اللي الحراك هذا هو نتاج لمسار ثوري كامل، وتلقينا في محطات نضاليه سابقه برشا حملات اخرى ما خذيتش الصدى تاع مانيش مسامح صحيح، لكن ثم البعد السياسي ما مطلوب معناه في قانون المصالحه وانا مونتي اون غري دارغيومونتير. فجوستومون عم ناول كيرجع الحديث على مشروع قانون المصالحه رجعوا فما حكاو على بعض التعديلات زاد عملوا. فاون سي ري اورغانيزي، عندنا اون سيلول جوريديك فيها محامين فيها طلبة حقوق اللي يخدموا على تفنيد الحجج القانونية اللي اقترحتها الجهة المبادرة بالقانون. كذلك نفس الحكاية عملناها توا.
جوستومون كيما كانت تقول من القليل قبيله، ما فما حاله من التعتيم اللي ماناش فاهمينها. علاش لمجرد التعتيم ديجا فما ريبه، فما شك، فما حاجه تخليكم تقولوا لا. علاش التعديلات اللي قالوا خليت القانون دستوري، لانه القانون، لانه السبب الاول والاساسي اللي فاهمينه سحبه هو تقريبا غير هو القانون غير دستوري. الجهه اللي تقول ان القانون ولا دستوري، واللي القانون استجاب لتوصيه لجنه البندقيه، واللي القانون استعجالي في طبيعته، واللي باش يدور عجله الاقتصاد كما يقولوا، علاش تعطم انت على التعديلات كي هي سوبون بيرتينونت؟ دونك نحنا جوستومون من التسريبات في المجلس من بعض النواب، لازم تعرف اللي حتى النواب نداء تونس ما تعرفوش على التعديلات كان كي تطرح في لجنه التشريع العام. دونك انت ماكش مسامح من جماعه، مانيش مسامح. معناتها توا كان جزء من الراي العام يحبوا يفهموا انت بالذات امنه مرناقي علاش مش مسامح، وقت اللي السماح في ديننا معناتها، والى متى باش نقعدوا هكا على هالحاله هذه؟ الحاله هذه نتاع عدم السماح. اي نتاع عدم السماح ونتاع لا سمحنا ولا حاسبنا، فهمت كونت؟ ناس ماشيه جايه على المحاكم، لا تخدم لا تصدم لا كذا، ونقعدوا نتفرجوا هكاك. ثم باش نطرح عليك نفس السؤال اللي البارح طرحته على ضيف سياسي ويهمني، معناتها انت من المجتمع المدني تجاوبني عليه لو كان تسمح، وانت في العمر هذايا وغدوه ماشيه بمظاهره تاع مانيش مسامح. مثلا انت تخدم بي دي جي ولا مسؤوله في مؤسسه معينه، ويجيك تليفون من العالي من الفوق يقول لك يا تصحح على كذا، يا تلقى روحك اوت اذا كان مش في الحبس، واذا كان متلف قتلكش قضيه وتخاف وتصحح، علاش ما تسامحنيش اليوم؟ هوني عاد نوليو نحكيو في اكي بوان جو سوي كوريكت ولا لا، اكي بوان انا ملتزمه بتطبيق القانون باحترام القانون، باعتباره هو الفيصل وهو اللي يضمن العدل بين المواطنين التونسيين. هي ما انت تعرف انه ما كناش في دوله القانون 100%، راهو كنا في دوله الدكتاتوريه. في الدكتاتورية تنجم حتى سيجار وزاد لا تلقى في كرهبتك تلقى روحك في الحبس على خاطر ما صححش على ارض ماشي لسيفلان. لان مازلنا في دولة الدكتاتورية. باهي معناتها هي، ولكن اليوم اسهل النضال، معناتها اليوم وسائل الاعلام موجودة وحرية التعبير تكفل برشا، معناتها حكاية اللي ما كانتش موجودة جملة، معناتها البارح ما كنتش تنجم تجي وتقول مانيش مسامح معناتها في راديو. طبعا انا نحب نجاوبك، نرجع لك زهير على اللي قلت لي انه لا فالور نتاع تطبيق القانون. نحن نعرفوا انا بلوزيغ زيكزامبل نتاع مديرين كيما نقولوا انت كيما كلمه مش باهيه، تكسروا والا طاحوا من الكراد نتاعهم والا عزلوا ولا مشاو ورا الشمس زاد لانهم تشبثوا بتطبيق القانون. انت تو ريسو تو سوبي اون سورت دو هارسيلمون، تعطي اون بروف للمحكمه والمحكمه تبرك. علاش نعملوا في مشروع قانون انه يكرس للافلات من العقاب؟ لانه فما موظفين تشبثوا بتطبيق القانون، هذوك مش هي ذنبهم، يقول لك انا تشبثت بتطبيق القانون خسرت، وخسرت برشا في حياتي. واللي مشى مع الفلو، واللي تبع النظام، واللي حبينا ولا كرهنا، حبينا ولا كرهنا، خفت المره الاولى، المره الثانيه ما نقراش في النوايا، لكن تنجم تكون معناها هذاك نوع من الامتياز، انك انت قضيت مصلحه، والجماعه والناس اللي تخلط لها مصالح على منظومه المحسوبيه اللي كانت في الاداره التونسيه، هذوكم نعملوا لهم قانون باش نسامحوهم. هذا هو مأساة الافلات من العقاب. واضح، شكرا لك. اوتر اوتر علاش واضحين، علاش رافضين، نجموا نقعدوا نحكيوا برشا علاش رافضين. سينو المواطنين في سوسه، اهالي سوسه واللي يسمعوا فينا حتى في تونس، اللي هما ضد مشروع قانون المصالحه، واللي هما مواطنين عاشوا حياتهم الكل مواطنين درجه ثانيه، ما عندهمش نوع من الامتيازات وما تمعشوش من النظام السابق، واللي يحبوا يقولوا لا رانا عنا باي في البلاد هذيا، وراهو احترام وراهو القانون يلزموا يطبق على الناس الكل بعدل. الشخص اللي اسس العدل واللي قال العدل اساس العمران، نتلموا غدوه الكل بحث تمثال ابن خلدون من ساحه الاستقلال الى ساحه 14 جانفي. مهم جدا ان نقول من ساحه الاستقلال الى ساحه 14 جانفي، فما توت ان باركور بين الاستقلال و 14 جانفي اللي لازمنا نتحاسبوا معاه، واللي لازمنا نطويو صفحه كامله. وصلت الرساله، انا قلت راهو الماكينات باش يخدموا، على خاطر حطينا سونداج على الباج دو دبليو جورفم.نت، وقت اللي على موقعنا الناس تدخل وتصوت، بديت السونداج وسالت الناس شنو موقفكم من حمله مانيش مسامح، بدينا السونداج ب 80% معاه،
15% ضد و 5% لراي. توا تبدل النتائج 43% مع 55% ضد و 2% لراي. وانا متاكد توا ماكينة المعازف باش تبدا تخدم. انا نحب اللي يهمني كأمنة مريقي وكحملة مانيش مسامح انه الناس اللي ضد حملة مانيش مسامح يتوجهونا ويقولوا لنا علاش هما ضد حملة مانيش مسامح. نحن حملة اللي لا فورم لا بلو اوفيرت كو لا تونيزي نا جامي كونو. محلولين لقائنا واجتماعاتنا تصير في الساحات العامه. اي شخص يقول لنا اي سو بريزونت يقول انا ضد مشروع قانون المصالحه ينجم يجي يخدم معنا بنفس الاليات، يعرف الياتنا ويخدم معنا. يقولون علاش هما ضد مشروع قانون المصالحه ونحن عندنا ما يكفي من الحجج بان نقنعهم علاش يكونوا ضد قانون المصالحه وعلاش يلزمهم يخدموا ويناضلوا في الشارع ضد قانون المصالحه. شكرا لك امنا مرنيكي على التفاصيل هذه كل، بارك الله فيك. قسم جوهره افهم.